من ضياع إلى ضياع أكبر. هذا واقع المؤسسات الحكومية في العراق التي تعمل دون تنسيق بينها، فتضيع معها الحقوق وتتهدد حياة المواطنين. هنا في منطقة الزراع التابعة لمدينة البياع في بغداد، مصير السكن أكثر من 400 عائلة لا يزال معلقاً، بعد دعوى قضائية رفعتها أمانة بغداد ومن خلفها إحدى الشركات تطالب بإخلائهم بحجة إعاقتهم مشروعها الاستثماري. على الرغم من سريان القرار 320 لعام 2022، والذي يقر بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها، احنا استحمدنا الله وشكرنا، احنا قلنا هاي تابعة للأمانة راح تتملك. قدمنا احنا اوراقنا وطلع اسمي، ايه، والحمد لله هالسجايين هذا جابوا لي تبليغ باسمي، جابوا لي تبليغ باسمي. ليش؟ ليش يعني علي القاء القبض؟ انا عراقيه وقاعده ببيتي وبفلوسي، لا خلف الله عليهم، ما حد مطيني بفلوسي، انا بنيت وقعدت بفلوسي. المستثمرين الكذابين اللي يلعبون على الشعب بالتعاون مع البلديه وامانه بغداد بأخذ هاي المساحات اللي مشغولة من سكانها. أخي إحنا منطقة صار لنا 20 سنة بيها، منطقة نظامية وجارينا كهرباء وهاي أوراق الكهرباء. أمام هذه الأزمة يطرح السكان تساؤلات حول مدى مشاركة هذه المشاريع فعلا بتأمين سكن لذوي الدخل المحدود، لا سيما أن الجهة المنفذة شركات تتبع بالغالب للأحزاب. هاي الأحزاب الجتي اللي قاعد تاخذ استثمارات زين، والاستثمارات زين، انتوا جايين تاخذون الاستثمارات بيش تفيدون الفقير؟ بيش تفيدون الفقير اذا شقه ب 130 و 140 و 150 بيش فتول الفقير بهذا الاستثمار؟ حراميه يدري سوا عمارات، يدري سوا عمارات الحراميه، ما كفاكم المولات، ما كفاكم سويتوه. الله اكبر، منين جايين احنا عراقيين؟ من جانبها تقر بلدية الرشيد في بغداد بأحقية سكان منطقة الزراع بالبقاء في منازلهم. في عام 2013 بعد لإنشاء مجمع سكني وطلب المستثمر تسليم الموقع خالي من أي تجاوزات، ومنذ ذلك الحين تم رفع دعوى قضائية من قبل المستثمر ومن قبل أمانة بغداد بحق المتجاوزين، وتدرون القضاء إلى مدة يعني في النظر بهذا الموضوع وتفعل أعتقد بالوقت الحاضر. وتبقى الشكوك والمخاوف قائمة لدى سكان منطقة الزراع في البياع حول مدى نزاهة القضاء وإمكانية إنصافهم، وسط تأكيدهم بوجود أيد خفية تريد حرمانهم من حقهم بالسكن وتحريكها هذه الدعوة في هذا الوقت بالتحديد.